لم يتوقع فاروق يوما أن يصبح معدما دون دخل، وهو الفلاح الذي فجر الأرض اجتهادا وعمل، لكن الأقدار شاءت ذلك بعد حادث مرور ألحق به عجزا منعه حتى الاعتناء بنفسه. وقع لي حادث مرور في 2001، طرد راعي كما راك تشوف فيه كامل، تكسرت من كراعي هنا كان بليفيش، طرد قلت ودني لحد الآن ما نسمعش بها والو، راك تشوف الضربة هذا اللي جاتني الآن، راسي راهو نص تاعه ميت، وكنت نخلص المنحة هذيك تاع 400,000، عندي كارتشي رومبورسي الدواء. لسنوات طويلة اعتمد فاروق على منحة ذوي الاحتياجات الخاصة لسد حاجته، لكنه تفاجأ بحرمانه منها بعد القرار القاضي برفعها وما تبعه من تحيين لقوائم المستفيدين منها. أنا قاعد في الدار حتى جاتني الورقة تاع الشطب، كي رحت للريكلامي نلقاه الطبيب هذاك دار لي نسبة الإعاقة 20%. بعد عدة طعون في قرار اللجنة الطبية تمكن فاروق من رفع نسبة إعاقته إلى 90%، لكن هذه النسبة لن تمكنه من الاستفادة من حقوقه كمعاق، وهو ما أكدته الجهات الوصية. اللجنة ما عطاتوش نسبة 100%، عطاتو 90% ولا 80%، ولا مادام ما عطاتوش نسبة 100% يسقط حقه في المنحة الثقيلة. بعد أن طرق كل الأبواب أملاً في حصوله على منحة ستوفر عليه القليل، يناشد فاروق اللجنة الوطنية للطعون مراعاة حاجته وظروفه.